السلام عليكم يا شباب. في الفيديو اللي فات كنا وقفنا عن المقارنة ما بين الكومباكت بي ال سي والموديولار بي ال سي. تعالوا نشوف المقارنة دي ونقراها واحدة واحدة. أول حاجة شباب، هنا بيقول إن الكومباكت بي ال سي بيعرف بالانتجريتد بي ال سي أو الفيكسد بي ال سي، يعني بي ال سي ثابت مفهوش أي تغيير لا في الميموري ولا في إضافات على السي بي يو ولا بروتوكولات اتصال ولا أي حاجة. It is also known as a rack module unit. يعني المودولار بي ال سي بيسمى rack mounted units. تمام. في الكومباكت بي ال سي يا شباب النمبر اوف انبوت اوتبوت ثابت، تمام، لان الانبوت اوتبوت بيقرر بواسطه المصنع او المانيفاكتشر but not by the user. تمام، but not by the user. يبقى الانبوت اوتبوت اللي بيحددها الشركه المصنعه وليس المستخدم. عشان كده يا شباب في البي ال سي اللي عندنا اللي هو تي اس اكس 3710 احنا قلنا اللي هو كومباكت ومش موديولر. ليه؟ مع ان انا بركب له كروت انبوت اوتبوت. الكروت انبوت اوتبوت اللي انا بركبها له ديت حتى الاكستنشن دي الشركه المصنعه هي اللي محدداها، ولكن الرام بتاعته ثابته، السي بي يو ثابت معلوش اي اضافات، ما بعرفش اغير في اي حاجه جوه البي ال سي، حتى الباور سبلاي ثابت. في المودولار بي ال سي عدد الانبوت اوت مش ثابت وبقدر اغيره، وده بتحكم فيه براحتي يعني. تمام. تالت حاجه، الانبوت والاوتبوت فيتد ويز سي بي يو. يعني ايه فيتد ويز سي بي يو يا شباب؟ المقصود هنا بالكلمه دي يا شباب ان الانبوت اوت يعتبر ايه، ملحومه بالبي ال سي او طالعه مباشره من البي ال سي. تمام، يعني هي محدده كده. هما مثلا السي بي يو طالع منه 20 انبوت اوتبوت مثلا، هما دول ال 20 انبوت اوتبوت اللي انت هتستخدمه. طيب في البي ال سي يا شباب اللي هو الموديولر، لا مفيش حاجه اسمها فيتن، لا في حاجه اسمها راكس، والراك ديت او باصز، والراك او الباصز ديت بحط فيها كذا سلوت. تمام، الراك عباره عن اكتر من سلوت، والسلوت بيبقى فيه مديول انبوت اوتبوت او مديول مثلا كاونتر او ديجيتال او انالوج اي مديول. طيب في الكومباكت بي ال سي طبعا طالما البي ال سي ثابت ما اقدرش اغير فيه حاجه، يبقى صعب ان انا اصلح. لو في اي حاجه باظت هبتدي هضطر ان انا ارمي البي ال سي كله. طيب في الميديولار بي ال سي طبعا سهل في الصيانه، لو الباور سبلاي باظ مثلا هشيله واجيب واحد غيره، لو في كارت لو الرام مثلا فيها مشكله هشيلها واجيب حاجه غيرها وهكذا. تمام، بقولك it has fewer capabilities to store data information. ليه بقى؟ دلوقتي هو بيقول لك ان القابلية بتاعته ان هو يخزن داتا اكبر مش كتير، يعني الرام بتاعته قليلة. ليه؟ لانها ثابتة ما اقدرش ازودها. اما في المودولار لا، الميموري ان اقدر ان انا ازودها، فبالتالي ممكن ياخد داتا وانفورميشن اكتر. الكومباكت بي ال سي نتيجة إن عدد الانبوت اوتبوت بتاعه محدود فبيستخدم في السمولر ابلكيشن، أما في المودولار بي ال سي بستخدمه في الاندستريال ابلكيشن والحاجات اللي هي إيه فيها انبوت اوتبوت كتير. طبعا الكومباكت عشان هو كل حاجة فيه ثابتة فهو سمولر، يعني أصغر في السايز. تمام، أما المودولار بيبقى أكبر شوية. طبعا عشان هو أصغر في السايز بيبقى ايكونوميكال، يعني بيبقى سعره أرخص شوية، أما المودولار بي ال سي بيبقى أغلى. ده الفرق ما بين الكومباكت والموديولار بي ال سي من جميع الجوانب. طيب دي رسمة توضيحية كده يا شباب، بس بيوضح لك ان الكومباكت بي ال سي بتبقى حاجة زي المربع ده كده متركبة كلها مع بعضها، اما الموديولار بي ال سي بيبقى عبارة عن سلوتس ورا بعضها كده، كل مستطيل من دول يعتبر سلوت، وكل مستطيل من دول اقدر ان انا ايه اغيره. طيب بعد كده يا شباب عندنا البي ال سي عموما اللي احنا هنشتغل عليه السنه دي او البي ال سي بتاع شنايدر تنقسم لجزئين، جزء اسمه البيز، تمام، وجزء اسمه الاكستنشن. المديول اللي عندنا او البي ال سي اللي عندنا في المعمل اللي هو بالشكل ده كده، ده تي اس اكس 3722، عرفته لان في 3 كونكتور من الجنب من هنا، وفي 2 بروجرامنج تيرمينال، تمام، اوكسيلري كيبل، وفي كابل برمجه، وفي طبعا 3 بيز سلوت. فده التي اس اكس 3722. الشكل اللي على الشمال ده اللي بيجي لي من الشركه المصنعه، بيجي لي بالمنظر ده، بيجي لي فيه 3 بيز سلوت وبيجي لي الشكل ده.
طب ايه ده؟ ايه الاتنين دول؟ دي حاجة اسمها اكستنشن، لو انا عايز ازود عدد الانبوت اوتبوت بشتري ده لوحده وابتدي اركبه مع الجزء ده، يبقى ده البيز وده الاكستنشن. طيب النوعين اللي احنا هندرسهم في الترم ده، اول نوع اللي هو الموديكون مايكرو تي اس اكس 3710 الفيرجن بتاعه اللي هو 3.4، والموديكون مايكرو تي اس اكس 3722، اسف يا شباب، الموديكون 3710 ده الفيرجن بتاعه 5، والمايكرو تي اس اكس 3722 ده الفيرجن بتاعه اللي عندنا في المعمل 3.4. التي اس اكس 3710 ده كومباكت بي ال سي، وبتركب له تو اكستنشن سلوت. يعني ايه تو اكستنشن سلوت؟ يعني الحته اللي انا بروح اشتريها دي بيبقى فيها اتنين سلوت، تمام، اتنين سلوت زي دول كده، تمام. اما التي اس اكس 3722 بيتركب له مودولار بي ال سي ويز 3 اكستنشن سلوت، يعني الاكستنشن ده بيبقى فيه 3 سلوت مش 2، تمام. طيب اول حاجه شباب عشان نبدا في البي ال سي لازم نعرف البنيه بتاعته، البنيه بتاعه اي بي ال سي. اول حاجه انا عندي البي ال سي بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه الانبوت اوتبوت موديولز، ادي الانبوت وادي الاوتبوت موديولز. بعد كده عندي البروسيسور، البروسيسور بيتكون من السي بي يو والميموري مع بعض. بعد كده البروجرامنج تيرمينال اللي هو كابل البرمجه بيبرمج السي بي يو، تمام. بعد كده الباور سبلاي اللي هو بيغذي كل الحاجات اللي عندي اللي هي الميموري والسي بي يو والانبوت اوتبوت موديولز وكل حاجه، تمام. تمام اول حاجه احنا قلنا ان المكونات بتاعه الاي بي ال سي السي بي يو والميموري البروسيسور والبروجرامنج تيرم. اول حاجه هناخدها مع بعض اللي هي السي بي يو والسنتر بروسيسنج يونت. هنا بيقول لك السي بي يو هاز مين سام مين فانكشن، يعني ليه بعض، تعالوا نقراهم مع بعض كده ونشوف. بيقول لك كنترول اند سوبرفايز اون اول ذا اوبريشن انسايد ذا بي ال سي، يعني بيتحكم ويشرف على جميع العمليات بداخل البي ال سي. تاني حاجة بيقول لك execute programming command that exists inside the memory according to the input states، تمام. ده معناه ايه؟ يعني بينفذ كل الأوامر الموجودة بداخل الميموري بناء على حالات الانبوت، بينفذ الأوامر اللي موجودة في الميموري بناء على الحالات الخاصة بالانبوت أو بناء على البرنامج اللي أنا كاتبه، تمام. طبعا تالت حاجة بيقول لك all internal connection carry information from and to PLC، يعني الكونكشنز اللي ما بين السي بي يو وما بين اي حاجه داخليه جوه يعتبر هي بتودي داتا وبتاخد داتا، تمام. طيب بعد كده شباب تاني حاجه من مكونات البي ال سي اللي هي الميموري. الميموري بتنقسم عندنا لنوعين، نوعين الجنرال بتوع الميموري هي الرام والروم. الروم متقسمه لبارت واحد بس من جوه اللي هي الاكسكيوتيف او الميموري، executive memory او operating system، تمام. طبعا تقسيمه الميموري دي تنطبق على اي بي ال سي مش على شنايدر بس، فاحنا دلوقتي لحد دلوقتي بنتكلم بصيغه عامه. طيب تاني حاجه الرام بتنقسم عندي لخمس اجزاء لاربع اجزاء بداخل البي ال سي. اول حاجه سيستم ميموري، الانبوت اوتبوت ستيتس ميموري، الانبوت اوتبوت ايمج تيبل، والداتا ميموري، واليوزر بروجرام ميموري. اول حاجه عندنا الروم قلنا ان هي بتنقسم لجزء واحد بس اللي هو الاكسكيوتيف ميموري او الاوبريتنج سيستم، ده لازمتها يا شباب. اول حاجه هنا كاتب بروجرامد اند ديفلوبد باي ذا مانيفاكتشر، يعني ايه؟ يعني الميموري ديت هي مبرمجه ومصنعه بواسطه مين؟ بواسطه المصنع اللي هو مين؟ اللي هو شنايدر. طيب داز ذا سكاننج سكاننج ام بي ال سي، يعني هي برضه المسؤوله عن عمل السكاننج سايكل بداخل البي ال سي. طبعا احنا عارفين ان اي اوردر بيتم داخل البي ال سي بيبقى ليه كذا مرحله، المراحل دي هي اللي مسؤوله عنها. طيب بعد كده بيقول لك ذا مانيفاكتشر بوت ذا اوبريتنج سيستم ان ذيس ميموري، يعني المصنع بيحط الاوبريتنج سيستم بتاع البي ال سي على هذه الميموري، تمام. طيب الاوبريتنج سيستم اللي هو ايه اصلا؟ بيقول لك ان الاوبريتنج سيستم ده سبيشال ماشين لانجويج، يعني لغه اله ايا كانت هي ايه بقى، ممكن تكون سي، ممكن تكون اسمبلي، ممكن تكون فورترا، ممكن تكون اي حاجه، تمام. طيب الاوبريتنج سيستم وظيفته ايه بقى؟
قال لك هو ده اللي بيرن البي ال سي اصلا، ده اللي بيشغل البي ال سي. تمام، بيقول لك انستراكت ذا مايكرو بروسيسور تو ريد اتش يوزر انستراكشن، يعني بيخلي المايكرو بروسيسور اللي جوه البي ال سي ان هو يقرا كل امر من اليوزر، يقرا الاوامر اللي اليوزر بيدخلها على البرنامج. تاني حاجه بيساعد المايكرو بروسيسور، بيساعد المايكرو بروسيسور ان هو يفسر الاوامر والسيمبولز اللي انا بكتبها على البرنامج الخاص بشنايدر. انا بروح دلوقتي اكتب برنامج على شنايدر، طيب فالبرنامج ده فيه سيمبولز، فيه اي 1.0، اي 2.0، كيو 2.0، في كذا حاجه. فعشان البي ال سي يفهم الحاجات ديت لازم السي بي يو يفسرها له، او لازم الاوبريتنج سيستم اللي الشركه حاطاه تفسر الاوامر اللي اليوزر بيدخلها. تمام، تالت حاجه بيقول لك كيب تراك اوف اول ذا انبوت اند اوتبوت ستيتس، يعني ايه؟ يعني دايما السي بي يو بيبقى مراقب حالات الانبوت ومراقب حالات الاوتبوت، and responsible for maintaining monitoring the current status of the health of the system and all its components. يعني ايه؟ يعني مسؤول عن الصيانه وعرض جميع الحالات الخاصه بايه؟ الخاصه بسلامه السيستم. تمام، اللي هي الدياجنوستيك، اي خطا في السيستم المفروض ان هو بيعرفه لك ويظهره لك. طيب تعالوا نروح الرام. الرام اول جزء فيها اسمه السيستم ميموري. السيستم ميموري ديت احنا عارفين دلوقتي ان الروم فيها الاوبريتنج سيستم بتاع ايه؟ الاوبريتنج سيستم بتاع البي ال سي. الاوبريتنج سيستم ده المفروض ان هو بيطلع منه حسابات، بيطلع منه نتائج معينه. تمام، طب النتائج المعينه دي لو انا خزنتها في الروم مش هتتغير لان الروم ثابته، فلازم احجز مكان في الرام اروح اخزن فيه مين؟ اخزن فيه الريزلت اللي بتجيلي من الاكسكيوتيف ميموري او من الاوبريتنج سيستم اللي احنا خدناها في الروم. بالتالي هي دي السيستم ميموري، بستخدمها ان انا اخزن النواتج اللي بتظهر او بتخرج من الاكسكيوتيف ميموري. تاني حاجه يا شباب الانبوت اوتبوت ستيتس ميموري او الانبوت اوت ايمج تيبل، دي من اسمها كده حالات الانبوت والاوتبوت بيكون في حاجة اسمها input table للانبوت بيتخزن فيه جميع حالات الانبوت. تمام، يعني جدول كده. تمام، بيتخزن فيه جميع حالات الانبوت. لو انا عايز اقرا اي انبوت بروح اقرا من الجدول ده، وفي عندي برضو جدول بيتخزن فيه جميع حالات ايه؟ الاوتبوت. لو عاوز اقرا اي اوتبوت اعرف عنوان واروح اقرا من التيبل ده. تمام، بعد كده عندي الداتا ميموري. الداتا ميموري دي بتستخدم في العمليات الحسابية، بتخزن القيم بتاعة التايمر اللي هي الكرنت فاليو والبريسيت فاليو والحاجات دي، وبتخزن حالات الماركرز والحاجات الماثيماتكس. تمام، وطبعا عشان اتعامل مع الداتا ميموري دي لازم اكون عارف العنوان بتاعها. اخر جزء فيه الرام اللي هو اليوزر بروجرام ميموري، وده اللي بيتخزن فيه البرنامج الخاص بتاعي، البرنامج بتاعي. تالت مكون من مكونات البي ال سي اللي هي الانبوت اوتبوت مديول. تمام، طبعا الانبوت اوتبوت مديول او الانبوت اوتبوت عموما يعني دي وسيله الاتصال ما بين البي ال سي وما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. طيب في كذا نقطه لازم نحددها عشان نشتري انبوت مديول، لازم نحدد كذا حاجه. اول حاجه نوع السيجنال اللي المديول ده بيشتغل بيها، هل هي ديسكريت ولا انالوج ولا مثلا هيشتغل كاكاونتنج ولا ايه بالظبط. بعد كده لازم احدد عدد الانبوت، بعد كده احدد العناوين الخاصه بالانبوت، بعد كده احدد نوع الباور سبلاي، هل هو دي سي ولا اي سي. عشان اشتري اوتبوت مديول لازم برضو احدد بعض النقاط. اول حاجه احدد نوع السيجنال، هل هي ديسكريت ولا انالوج. تاني حاجه احدد عدد الاوتبوت، واحدد الادريسز الخاصه بالاوتبوت دي. تمام، واحدد نوع الباور سبلاي. خامس حاجه اللي هي تختلف يعني على الانبوت اللي هو الانترفيسز، يعني لازم اعرف الاوتبوت بتاعي ده الانترفيس بتاعه هل هو ترانزستور ولا ريلي ولا ترياك ولا ايه بالظبط. الحاجات اللي احنا درسها في الترم ده، اول حاجه المفروض ان احنا نعمل ريفيجن على الريلي كنترول، بعد كده هندخل في السيكونس كنترول او الجرافست، دي نوع من انواع او لغه من لغات برمجه البي ال سي اسمها جرافست. بقى تالت حاجه المفروض ان احنا ناخد الانالوج كنترول. تمام، في ملحوظه بس لازم تكون عارفها، اي بي ال سي كومباكت ويكون الانبوت اوتبوت بتاعته مش عباره عن كروت، تمام، بيكون الادريسز بتاعها اي 0، لازم الرقم ده يكون 0.
دوت اكس، اكس ده اللي هو رقم الانبوت. او هنكتفي بالقدر ده في الفيديو ده، ومن الفيديو الجاي بقى هنبتدي ندخل في النوعين البي ال سي اللي عندنا، ونعرف كل المعلومات والداتا عنهم بحيث ان احنا نعرف نشتغل عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.